وصلنا لها. العائلة، جدنا الكبير اللي هو كان يسمى بأحمد الرئيس، هذا جد محمد رفيع اللي اسمه صار انتسبتوا له. أيوة، جدنا أحمد الرئيس، جدنا الكبير، كان يتردد على الكويت من أوائل القرن الثامن عشر، اللي هو مصادر تبين حوالي 1710-1715 بدأ التردد. مجرد أنه كان يتردد قبل ما يستوطنون. قبل ما يستوطن، وخلال الفترة عيالهم بعده ترددوا على الكويت. لذلك الكويت كانت القرين، يعني منطقة يمكن ما أدري كم سكانها ذاك الوقت، بس في 1870 1780 استوطن جدنا معرفي بالكويت. الآن طبعا 1780 هو عهد عبد الله بن صباح الأول، شيخ عبد الله بن صباح ثاني حاكم الكويت. التردد مثل ما قلت لك هذا كان قبل حكم الصباح للكويت، اللي هو من قلنا من 1710 قبل ما يستوطن. 1810 1815 هذه المصادر اللي تبين بعض الشيء تقريبا قبل حكم صباح الأول. طيب بدر، هذا يمكن كان مثل ما أنت قلت 1780، وذكرت معلومة السكان اللي كانت في 1833. خلينا الآن ننتقل إلى 1920، قد يكون هذا التاريخ الأقرب اللي فيه الكثير من المعلومات اللي ذكرت عن تاريخ أسرة آل معرفي، وتحديدا عن المرحوم الحاج محمد علي معرفي. محمد علي معرفي الله يرحمه كان له دور كبير في تاريخ الكويت في ذيك الفترة اللي كانت. هو عاش فترة الشيخ مبارك الصباح. تدري في عهد الشيخ مبارك انبنى القصر الأحمر. المهم في هذا الموضوع، طبعا كثير من أهل الكويت تبرعوا وشاركوا في بناء القصر الأحمر. الخشب مع القصر الأحمر كله تبرعوا في بيت معرفي. كله الخشب، البيبان، درايش، الشندل، وكله. وهذه واحدة من أعمال الحاج محمد علي معرفي.